فلافل في الزيت بتاع العب يا سمك طعميه في نيويورك والجو ساعه. How long you have been eating here in this truck? Really? Yeah, long you like time. The food? The food is great. The Egyptian guys is nice or not? It's great. Really? It's amazing. Alaikum salam. How are you? Where are you from? Uzbekistan. You are eating here from long time ago? I've been eating here for quite some time. Really? Yeah, do you like the food? I love the food. That's why I always come here. I'm Muslim, alhamdulillah. This is one of the spots that I love. هو طبعا لطيف في الامر ان انت واقف في التلج والاكل سخن. حلو قوي الكلام ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد شامي احدثكم ويحييكم من نيويورك من منطقه اسمها ايه المنطقه؟ ويليامزبرج. غششوهاني دلوقتي. كلنا في مصر قاعدين عارفين. قال لك ايه؟ نيويورك كلها عربيات اكل مصري. ده حقيقي، ده حقيقي كده كده. كلها عربيات بقى الحلال فود وكلها مصريين، اغلبها مصريين، ونتشت كام واحد هندي على اتنين مكسيكان، بس المسيطرين الاغلب مصريين، فكلهم شبه بعض، كله نفس الاكل وكله نفس الحاجه بالنسبه لي. ففي كام عربيه زحمه جدا، ففي عربيه كده انا مش هقف بصراحه، موضوع زحمه بالزياده ان انا اساسا اقف اصور، مش هكذب عليكم. فبالصدفه دلوقتي معدي كده قدام بقى ايه عربيه حلوه كده انا بشوفها زحمه طول الوقت، فقلت ايه اضرب بقى اللي يعني ايه، لقيتها فاضيه فقلت اخش اضرب لكم الفيديو في السخان. انا لسه واكل بس مش مهم ايه، تعالوا بقى احنا هتقعدوش تلغوا كتير. طبعا العربيه يا جماعه اسمها ويليامزبرج حلال فود، موجوده في بروكلين في نيويورك. السلام عليكم. السلام. ازيك يا نجم؟ باشا انت منين يا نجم؟ منوفيه، من مصر. بلديات امي. من امي المنوفيه. حبيب قلبي، حبيب قلبي. منورنا يا باشا والله. والراجل اللي جنبك ده من طنطا ولا؟ لا، من الجزائر. من الجزائر. مش عايزين لعب كره في التراك عشان مش عايزين مشاكل. العربيه دي بقى لها كام سنه؟ بقى لها 11 سنه ان شاء الله. ما شاء الله 11 سنه. ان شاء الله. احنا هنا فين بالظبط؟ في منهاتن. لو حطينا اسم العربيه على الجي بي اس هتطلع لنا صح؟ بالظبط اللي هي ويليامزبرج حلال فود. احلى حاجه يا جماعه في الموضوع ان انا شايف ان اللي واقفين اجانب، يعني امريكان. الناس بصوا، كل الناس اللي واقفه حوالين العربيه امريكان. بقول لك ايه، هو الـ الناس هنا اللي بتاكل بقى مصريين بس اكتر ولا الامريكان اكتر؟ انا شايف امريكان ما شاء الله. الامريكان اكتر. الامريكان بيجوا ياكلوا اكتر اكيد. طب انت ايه الاكل اصلا؟ ايه نوع الاكل اللي احنا بنعمله هنا؟ لام تشيكن. لام اللي هو اللحمه ضاني. لا بالظبط. تمام. وفراخ. وفراخ حلو. اللي هي التشيكن. بس انتوا بتعملوا اللي هو الرز وعليه اللحمه والفراخ. عليه اللحمه والفراخ، واللي هو اللارس اللي هي كابوتشا. الكابوتشا تمام. الخس يعني بالزبط. يعني خس وطماطم. هو دي مكوناته طبعا. اوكي. لام رايس. يعني انتوا بتعملوا هو على حسب طلب الزبون. لام رايس، ميكس رايس، ميكس رايس اند فلافل. فلافل بيعملوا فلافل برضه. فلافل في الزيت بتاع العب يا سمك طعميه في نيويورك والجو ساعه. تشيكن اوفر رايس يعني رز وفوقيه فراخ. لامب اوفر رايس نفس الكلام، اللي هو رز وفوقيه لحمه ضاني اللي هي معموله زي الشاورما كده اللي هم بيقولوا عليها دونر. عندك الميكس بقى وحاجات فيش، في فيش اوفر رايس، وفي فلافل اوفر رايس، وفي تشيكن كباب اللي هو كفته فراخ بالنسبه لنا احنا. وطبعا عندهم السلطات بقى، بس هو اشهر حاجه هنا اللي بيقولوا عليها اللي هي التشيكن اوفر رايس اللي هي بتبقى الجايرو. الجايرو دي اللي هي نوع الفراخ اللي هي شبه الفاهيته عندنا كده، هي جريكي اكتر، ميديترينيان. خدوا بالكم العربيات اللي هنا اللي هي شغاله في نيويورك اللي هي المصري، هم ما بيعملوش اكل مصري، هم بيعملوا الاكل الحلال اللي ماشي مع المصريين واللي المصريين بيحبوه. تسلم. How long you have been eating here in this truck? Long time. Really? Yeah, long you like time. The food? The food is great. The Egyptian guys is nice or not? It's great. Really? It's amazing. It's amazing. شايفين بقى يعني دي من الحاجات اللطيفه. ايه هتعمل لنا ايه بقى؟ انت اسمك ايه الاول؟ اسلام. اسلام حبيبي يا عم اسلام. انت منين؟ من المنوفيه. من اويسنا. من اويسنا؟ بالظبط اجور رم. طب احنا بنبعت بقى احلى تحيه لكل رجاله اويسنا من نيويورك بروكلين. السلام عليكم. عليكم السلام. How are you? Where are you from? Uzbekistan. Uzbekistan. You are eating here from long time ago? I've been eating here for quite some time. Really? Yeah, do you like the food? I love the food. That's why I always come here. Because I always been looking for halal places. Okay, great. I'm a Muslim, alhamdulillah. This is one of the spots that I love to come and eat. Thank you, bro. In Brooklyn. Thank you. Thank you. The best place. Thank you, bro. Assalamu alaikum. Thank you. بتوع الجزائر اللي عاملين معانا مشاكل على طول في الكوره وفي ليه كده؟ ليه كده احنا بنحبكم؟ ما هو سامعني بس عامل مش من هنا. بالظبط. ما تعمليش من المنوفيه، المنوفيه واقفه جنبك. لا 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 مدوخ الامريكان دول هنا. ايه بقى، بصوا يا جماعه موضوع الجريل التشيكن بيكون جاهز. ده طبعا الشكل السيخ بتاع الدونر. الناس طبعا اللي هم عارفين الدونر هو بتاع حاجه شبه الشاورما، هي الماني يعني، او هي بيقولوا عليها ميديترينيان عموما، فمن الحاجات الظريفه. تعالى بقى نجرب. هتاكلني يا نجم؟ عامل لك ميكس.
اعمل لي ميكس فسحني ارجوك فسحني يلا بينا يا صاحبي. بيقطع البيف العيش على الجريل اللي بيشوحه وقطعه وحطه كده. هي بصوا يا جماعه هي يعني اكله يعني ممكن لو انت في مصر ما تستسغاش قوي، بس انك انت بتدور على اكل حلال ويكون اكل كويس وفي نفس الوقت مشبع، لان الناس عمليين اكتر او عايز الحاجه اللي هتاكله هتشبعه وفيها العناصر الغذائيه بتاعته كلها، فده طبق يعني يعتبر ممتاز. ده سعره كام الطبق ده مثلا؟ الميكس دوت ميكس انديتا بريد 2 دولار 2 دولار. ده الطبق ده ب 2 دولار 10 دولار 10 انت بتقول لي انا استغربت قلت ايه 2 10 اه انت احنا في امريكا يعني انت عم تكلمني مصري وجيت في دي تقول لي ايه 2 دولار 10 دولار 10 دولار ده الميكس اللي هو الميكس اند 1 بيتا بريد اللي هو العيش معاه العيش. ارخص حاجه هنا ايه يعني لو يعني اقل حاجه عايز اكل هنا اكل ايه مثلا تشيكن جايرو ده 7 دولار بيبقى ساندوتش يعني جايرو اه 7 دولار طاليان تسوش ده بيبقى الساندوتش هو بدايتك 7 دولار عامه يا اما الدوب واعلى حاجه هنا كام بقى لا اعلى حاجه ده بقى بتاعتك انت يعني انت اللي بالمصري بتزود في السعر اه انا بقعد اقول لك عايز كذا زود لي كذا فانت بتزود له الاد اونز بفلوس زياده بالظبط هو يقول لك مثلا عايز زياده ب 2 دولار ب 4 دولار تقول له الاونز بتاعه اوكي فهمت بصوا بقى هو هاف ا جود نايت ثانك يو برو تعالوا بصوا كده هو هنا حط حته الفرخه وبيقطعها على طول يعني هي مستويه هنا قطع كبيره وهو بيروح مقطعها بالمقطع وبيكمل سواها البتاع مكتوب عليها صلاح بصوا يعني ايه يعني حتى اللي عامل المقطع معانا ده اهو ده كده ده اللام ده ها ده لام اوكي اه انتوا بتقطعوا الشاورما من هنا وتجيبوها او الدونر من هنا وبعد كده انت بتخرطه بايدك كده اوكي سواء ساندويتش او سواء هتحطه على الرز بيبقى نفس الخلطه دي صح بصوا بقى يا جماعه كمان بيعملوا السمك زي ما انتم شايفين ده سمك ايه ده بولتي ده ولا ايه ده شكله بولتي اه تابيا رايت يعني البولتي بتاعنا محطوط طبعا هو بيحطه على فويل عشان ما يتحطوش على الجريل وبيحط عليه البهارات زي ما انتم شايفين بياخد وقت قد ايه بقى في السوا ده بقى على الجريل كده 10 مينت ها 10 دقايق بيكون استوى وبقى فول بصوا يا جماعه السهل الممتنع ودي الحاجه اللطيفه اللي في الموضوع ده زيت ميه اوكي ده له ميه عشان البخار يعمل البخار ويستوي بسهوله وبسرعه ده النت بتاعي ده حط صوص ده ايه صوص ايه ده طحينه ده ولا ايه وايت صوص حبيبي وايت صوص عموما باربيكيو ماشي بس ما تكترش كده اه بس 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 ده من انا بقى ده ايه ده جرين صوص ده ايه جرين صوص ده جرين هي الوان هنا بيقولوا الوان بس هو ملوش دعوه الصوص هو ايه هو وايت صوص وجرين صوص حبيب قلبي والله العظيم انت مدلعني يعني برضو بصوا المنوفيه هنا عاملين شغل جامد تعالوا بقى نشوف الحركات دي ايه هو طبعا اللطيف في الامر ان انت واقف في التلج والاكل سخن وهنا موضوع الاكل السخن ده مش كتير شويه اغلب الاكل هنا مش سخن حلو قوي الكلام ده طبعا دي اكله بالنسبه لهم هنا فيها لحمه فيها فراخ وسلطه ورز بسمتي وب 10 دولار تاكلها والطبق على فكره كبير يعني الطبق مليان لا حلو المشكله بقى ان انا قاعد في بوستون بعيد عنهم هنا حبه حلوين يعني 4 ساعات سواقه ايه ده؟ شكرا ما هو ما انت فيها شكر انت حطيت فيها ايه؟ اوعى عز هنا الحراق ده استنى ايه عب ليه كده ليه كده يا باشمهندس انا ما شفتش ولا واحد مصري جاي بياكل على العربيه وده انما عن شيء يعني انهم ان احنا الحمد لله ناجحين في اي حته ركز انت بس يا ترومبه وهتعمل شغل حلو والله العظيم هتعمل شغل حلو ربنا يفك الغمه والدنيا كلها تفوق وتروق وتنعنش واحلى مساء على الناس الكويسه سيبوني بقى ايه اقعد بقى اتدفى شويه مع الطبق ده واخش العربيه عشان انا حرفيا في خادي اتجمدت